إذن بسم الله الرحمن الرحيم، نتواجد حاليا بفندق النخيل بمدينة ورزازات الغنية عن التعريف. يتواجد معنا الأستاذ السيد عبد الأحد الإدريسي، مدير النشر بمؤسسات إيدوسوفت، يعني مؤسسة ديال النشر والتوزيع. أستاذي الكريم، يعني تابعنا هذا اللقاء، كان لقاء شيقا وجميلا مع مربيات التعليم الأولي بالمنطقة، فبغيناك تعطينا الارتسامات ديالك حول اللقاء، ثم يعني الآفاق المستقبلية كما قلتم وكما يعني ختمتم لقاءكم بنظرة أمل وترقب جديد نحو المستقبل أو نحو غد أحسن وأفضل لأبناء الوطن العزيز. إذن غادي نخلي لكم الميكرو باش تعبروا لنا على الارتسامات ديالكم وتجاوبوا لنا على السؤال ديالنا، وشكرا. شكرا على الانخراط والاهتمام بالموضوع الذي نعتقد بأنه الاهتمام به أصبح واجب ومسؤولية. فهذا اللقاء لقاء نوعي بما تحمله الكلمة من معنى في الزمان والمكان وحتى بالحضور. فكان لنا اليوم شرف الالتقاء بفاعلي الجسم التعليمي بمدينة ورزازات، وكانت هذا التجاوب الكبير الذي لاحظناه من خلال أعين المربيات، والذي تعمدت من خلاله أن أختتم هذا اللقاء بنظرة أمل لمستقبل أفضل، ولا يتأتى هذا الأمل دون عزم ووعي. ولعل المدخل هو تأهيل الطفل المغربي لولوج تحديات الحقبة أو زمن العولمة بامتياز، وهذا الزمن رهاننا فيه هو أن نربى على التحدي وأن نربى على الانضباط والوعي بالمسؤولية. ولعل هذا اللقاء ينخلط في هذا التوجه، ألا وهو توجه تأهيل المربي من أجل تنشئة جيل قادر على مسايرة متطلبات زمن العولمة كما قلت. أشكر الإعلام، أشكر كل من يسهم في إنجاح هذا اللقاء والمواكبة، ولكم مني خالص التحيات ونيابة عن الطاقم وعني شخصيا، فشكرا جزيلا.